بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بكم واحييكم ضيف الجزائر على شاشات التلفزيون الجزائري لهذه الحلقه محاضر في كليه العلوم الاسلاميه فلسطين له مجموعه من المؤلفات لعل في مقدمتها الامام ابو جعفر الطحاوي ومنهجه في الفقه الاسلامي نشر دار النفائس له كذلك حكم انكار السنه كما كتب في احكام اليتيم في الفقه الاسلامي وكتب عن ذوي الهمم احكام المقعد في الفقه الاسلامي له عشرات المقالات العلميه المنشوره في العديد من المجلات العلميه المحكمه وله اشراف وتاطير العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. ضيفنا لهذه الحلقه ضيف الجزائر الدكتور سعيد بشير شرف محاضر في كليه العلوم الاسلاميه فلسطين، السعداء بتواجدكم معنا الدكتور سعد بشير شريف. نتشرف بهذا اللقاء الثاني مع حضرتكم الكريمه وهذا نظرا لدقة تخصصكم وطرحكم المتميز والقوي أستاذي الفاضل ربما كمدخل لهذا الموضوع نتحدث عن أهل البيت نتعرف عليهم ثم بما أن أهل البيت هو مشترك بين أهل السنة والجماعة م. وبين الشيعة كيف هي نظرتنا إليهم يعني نبسط ثم بعدها نجسد م. م. الحقيقة هو هذه ليست تهمة يعني عندما يقال الصوفية يحبون أهل البيت كما الشيعة هذه ليست تهمة هذه في صلب ديننا الله عز وجل يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته أنا لا أريد منكم مقابلة ما اوصلته لكم من الخير ومن 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 وحي السماء انما فقط اتمنى عليكم يا امتي ان تراعوا اهل بيتي ان يعني تحبوا اهل بيتي ولذلك اهل العلم جميعا اتفقوا على ان حب اهل البيت هو من الدين ومن صلب الاسلام بدليل هذه الايه التي طلب منا فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نحب اهل بيته أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبهم فرض سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أرقبوا محمدا في أهل بيته وسيدنا النبي في آخر حياته قال أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي ثلاثا فأهل بيت النبي هم في ينبغي أن يكونوا في كل العصور محطة نظري وحبي واهتمام المسلمين في كل أصقاع الأرض من جميع مشاربهم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم الثقلين بما معناه لن تضلوا بعدهما ابدا ما ان تمسكتم بهما الحديث في مسلم كتاب الله وعترتي اهل بيتي فاهل البيت دورهم لا ينتهي هو هو الى يوم القيامه اذا اختلط الحق بالباطل اذا كثرة الشبهات كثرة التشكيكات لن يجد المسلمون إلا في أهل البيت سندا وفرجا وتنويرا لأهل السنة والجماعة ما هو الحق وما هو الباطل فدور أهل البيت لا ينتهي الآن الشيعة يحبون أهل البيت ربما إلى حد المغالاة لكن هذا الحب غير مذموم لأنه في صلب دين ديننا جميعا وبالتالي حب أهل البيت ليس ليست مثلبة ليست منقصة حب أهل البيت لا يشير ولا من قريب ولا من بعيد إلى إلى حالة من التماهي مع الشيعة أبدا هذا في صلب ديننا ومؤصل وله أدلته في القرآن وفي السنة واحترام الصحابة لأهل البيت كثير الحديث عنه كثير في كتب السنة وبالتالي ليس صحيحاً ان حب اهل البيت الذي يكتب الصوفيون فيه الرقائق والمدائح وينظمون فيه الشعر لا هذا الحب ليس حكرا على اهل السنه وليس حكرا على الشيعة انما هو مطلوب من كل مسلم ينضوي تحت او يدخل في حضيرة الاسلام وبالتالي هذه الشبهه مدفوعه قطعا انه لا ليس حب اهل البيت سبيلا للشيعه للتغلغل في اهل السنه، لم يؤثروا علينا في هذا الباب، هذا موجود في كتب تراثنا، موجود في في ادبياتنا، موجود في سلوك الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان. استاذنا الفاضل عندما نجزئ هذه النقطه اكثر نذهب الى حكم الشيعه عند اهل السنه. يعني نعم الشيعه الحقيقه هم طوائف كثيرة لكن الإمامية اللي هم الجعفرية الاثنا عشرية الزيدية الإباضية هؤلاء كما هو يعني مفتى به في الأزهر الشريف ومجامع الفقه أنهم داخلون في حضيرة الإسلام طبعا نختلف معهم في بعض القضايا سنذكرها لكن هم مسلمون نختلف معهم بعض الاختلافات ونخالفهم في بعض الامور ولكنهم بالنهايه مسلمون لهم ما لنا وعليهم ما علينا يعني و حرام اعراضهم حرام اموالهم حرام كل المسلم على المسلم حرام فهم مسلمون قطعا فهم يذبحون ذبيحتنا ياكلون ذبيحتنا ويذبحون كذبيحتنا ويتوجهون إلى قبلتنا، فذلكم المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني أن نضيء وأن نشير إلى بعض القضايا التي نختلف فيها معهم اختلافا يعني تاماً، بالرغم من أن هذه القضايا لا تخرجهم عن ملة الإسلام. شكراً دكتور سعد بشير شريف فيه نقطة مهمة، ألا هي العناصر التي يتمايز فيها. الصوفية عن الشيعة أه حتى نتمكن من التدليل بان الصوفية ليسوا أه لم يكونوا مدخلا نا. للشيعة او متاثرين بالشيعة لا والحقيقه نختلف معهم في عده قضايا لعل ابرزها وهي الامامه احنا كسنه نعتقد ان خلافة سيدنا أبو بكر أبي بكر الصديق خلافة صحيحة شرعية وخلافة سيدنا عمر شرعية وخلافة سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا شرعية وخلافة سيدنا علي شرعية الشيعة يعتقدون أن أبا بكر وعمر وبعضهم يضيف عثمان أنهم اغتصبوا الخلافة من علي وهذا الكلام غير صحيح لأنه طبعا هم يستدلون بالحديث اللي عندنا في البخاري كنا نعد انفسنا اهل البيت، سيدنا علي يقول: كنا نعد انفسنا الله اهل الله البيت احق بهذا الامر من غيرنا فاستبد علينا. الحديث يفسر نفسه بنفسه، يقول كنا نعتقد يعني فتبين خطانا. ما قال اننا نعتقد، قال كنا نعتقد، كنا نظن يعني ولكن تبين خلاف ذلك. والدليل أنه بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان, عثمان, وسمى أبنائه بأسمائهم من أسماء سيدنا علي أبو بكر وعمر وعثمان وبالتالي هذه الشبهة مدفوعة وليس علي ليس سيدنا علي فارس الإسلام من يعطي الدنية في في أي أمر من الأمور يعني يستطيع أن يواجه وأن يقاتل وأن يقف في هذا الأمر ولكن الحقيقة الأمر ليس هكذا سيدنا, سيدنا علي عمل عند الخلفاء قبله واشتغل لهم وثبت حكمهم وترضى عنهم بالتالي يعني وكان ينادي يناديهم بأمير المؤمنين وبالتالي هذه الشبهة عندنا مدفوعة قطعا ونختلف مع الشيعة فيها ونقول وهذا يقودنا إلى مسألة الأفضلية نحن السنة نعتقد أن كما جاء في متون العقائد كتب العقيدة وفضلهم على ترتيبهم في الخلافة أفضل الناس بعد رسول الله أبو صلى بكر الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي آه الإخوة الشيعة يقولون آه علي ثم آه من بعده يعني أهل البيت أولا ثم بعد ذلك على الترتيب عندهم لكن احنا لا نقول بهذا ونقول هم على ترتيبهم في الخلافة وبالتالي هذه المسألة نختلف معهم فيها ولا نخرجهم عن الملة بسببها شكرا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هناك موضوع العصمة عصمة الآئمة العصمة عند أهل السنة لا تكون إلا لنبي الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر قبل البعثة وبعد البعثة. الشيعة يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر المبدوء بسيدنا علي والمختوم بالإمام العسكري المختفي الذي سيخرج في آخر الزمان عندهم اللي هو مهديهم المهدي المنتظر يعني يقولون أنهم يعني معصومون وأن ذنوبهم صورية ليست حقيقية وهذا يخالف ما نحن عليه لأن سيدنا النبي صح عندنا أنه قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون طبعا سيدنا النبي وليس هو فقط كل الأنبياء والرسل معصومون قبل البعثة وبعد البعثة عن الكبائر والصغائر حتى سيدنا يوسف لما نزل قوله لما قال الله عز وجل في ولقد همت به وهم بها فيقول بعض المشككين انه كيف طيب ما هو سيدنا يوسف هم بالزنا لا انت لا تفهم لغه عربيه لولا حرف امتناع لوجود يعني شيء حصل وشيء لم يحصل يعني لولا ان راى برهان ربه لهم بها اذا هم ولا لم يهم لم يهم وبالتالي اعتقاد اهل السنه ان العصمه للانبياء فقط الصحابه غير معصومين التابعون غير معصومين وهم عدول بالجمله ولكن لا ليسوا معصومين، من الصحابه من زنا ورجمه النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابه من سرق وقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يؤكد انه احنا لا احنا نقول بعصمه الصحابه انما نقول بعدالتهم في الجمله ولا نقول انهم غير انهم معصومون، ولكن نقول ايضا الشيعه اخطاوا في نسبه العصمه للائمه الاثني عشر عندهم. هم ليسوا افضل من الصحابه وبالتالي هم ليسوا معصومين تماما كما الصحابه عندنا ليسوا معصومين. شكرا آه هذه نقطه نقطه اخرى ممكن تثار هي موضوع عداله الصحابه. نعم قلنا العداله فقط آه هي عداله في الجمله ولكن العداله لا تعني مطلقا العصمه من الوقوع في الذنوب والمعاصي. آه الصحابة وقعوا في المعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم حد بعضهم وعاقب بعضهم طبعا ضمن شروط الفقه الإسلامي طبعا السرقة لها شروط له والزنا, حتى يثبت وحتى يثبت الحد له شروط وبالتالي إذا تحققت الشروط كان سيدنا النبي يقيم الحد وقال قولته المشهورة والله لو أن فاطمة بنت محمد إن سرقت لقطعت يدها فهذه الشبهة مدفوعة عندنا تماما. يعني ناخذ على الشيعه انهم قالوا بعصمه الائمه ليسوا معصومين لانهم ليسوا بافضل من الصحابه الكرام. في كذلك موضوع البداء. البداء، البداء الله سبحانه وتعالى خلق يعني كتب باللوح المحفوظ كل شيء. أه كتب ما كان وما يكون وما لم يكن الا لو كان كيف يكون؟ أه الله عز وجل افعاله باللوح المحفوظ. الشيعه يعني قديمه ولكن أه ظهرت في في وقتها. أه لكن الشيعه يقولون ان الله يبدو له ان يفعل فيفعل. ينفون القدم عن افعال الله سبحانه وتعالى وهذا عندنا غير صحيح. في العقيده الاسلاميه افعال الله قديمه ولكن يظهرها في وقتها الشيعه يقولون ممكن الله عز وجل يبدو له فيغير القدر القدر علم الله المسبق بالاشياء قبل حدوثها علما لا يخطئ الله علم كيف علم لا نعلم هو رب لا اله الا هو لا يبدو له ان يفعل فيفعل او يغير رايه او او يعني يحدث امرا جديدا لأنه كله عندنا في اللوح المحفوظ فهو قديم لكن الشيعة يقولون بالبداء وهذا عندنا مرفوض ونأخذ هذا الاعتقاد عليهم ولا نسلم به وطبعا لا نخرجهم عن الملة بسببه شكرا في موضوع من الأهمية بما كان من العناصر التي يتميز فيها السنة عن الصوفية موضوع التقوى عن الشيعة نعم, نعم. التقية, التقية. التقية عند الشيعة جواز الكذب على المخالف حتى لو كان المخالف مسلما ولكنه ليس شيعيا احنا عندنا الكذب كذب على كل مسلم الكذب حرام لا يزال قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا التقية الجائزة عندنا هي التقية التي أخبر عنها القرآن الكريم في سيدنا عمار بن ياسر لما طلبوا منه أن يقع في النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفر بالله ففعل خوفا على حياته من الموت وقد قتلوا أباه وأمه قبله فنطق بالكفر لكن بلسانه لا بقلبه لم يسلم بما قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اجاز فعله وقال له ان عادوا فعد ان عادوا عليك بالعذاب فعد بالتلفظ بالكفر لكن تقية هذا الحد الذي يسمح به في موضوع التقية عندنا اهل السنة عند الشيعة لا الموضوع اكبر من ذلك ليس فقط لانقاذ الحياة من الموت امام الكافر لا التقية في اشياء كثيرة ومع المخالف اي حتى لو كان هذا المخالف مسلما. والتقية عندهم من الدين. احنا التقية عندنا من الدين لكن في حدودها الشرعية. انه خوفا على الحياة من الموت ممكن انه الانسان يتلفظ ويكذب. لكن عند الاخوة الشيعة واقول اخوة لانهم مسلمون اه اخطاوا في هذا وتوسعوا في مفهوم التقية، توسعوا. ودخلوا في الكذب المحرم وهذا عندنا محرم يعني لا نسلم به وهذا الفرق يعني وبالتالي هذا مما يعني نأخذه عليهم دكتور سعد شرف هذه النقاط هي التي تدحض هذه الشبهة عن الصوفية وعن كامطية للتشيع أترك لك كلمة الختام في ختام هذا اللقاء الماتع الذي جنّ فيه وصننا وحاولنا بما اوتي لنا من ادوات بحث علمي دحض هذه الشبهه. هو الحقيقه يعني المسائل التي نختلف معهم فيها اكبر دليل على اننا لا نعطي المجال للشيعه ل أن يعني يتغلغلوا في المجتمع السني. لاحظ يعني كل علماء السنة من القدماء والمحدثين كلهم ناقشوا الشيعة في هذه القضايا واختلفوا معهم فيها وبينوا خطأهم بالأدلة ولكن لم يخرجوهم عن حضيرة الإسلام فهم إخوة لنا نختلف معهم في هذه القضية و. لا نرضى ولا نسمح ببعض الأمور التي فيها إساءة للإسلام وإساءة لمعتقداتنا كسنة أهمها موضوع سب الصحابة سب الصحابة كبيرة من الكبائر لا يجوز سب الصحابة في الجملة ولا حتى الذين خرجوا على سيدنا علي في صفين والجمل لماذا؟ لأن هذه فتنة الله سبحانه وتعالى وقانا منها وقا سيوفنا من الوقوع فيها فينبغي أن نقي ألسنتنا من الوقوع فيها الفئة الباغية لا شك أن الفئة الباغية هي معاوية الصحابي معاوية ومن معه ولكنه صحابي في النهايه واجتهد فاخطا هو من معه ورب العالمين سمى الفئه الباغيه مؤمنه قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فهم فئه مؤمنه كذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء سيدنا الحسن واحدث يعني ضجه في المسجد فحمله وصعد به المنبر وقال ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وهذه من ارهاصات النبوه وهذا حصل لما تنازل سيدنا الحسن عن الخلافه لمعاويه وحقنا مزيدا من سفك الدماء وتحققت نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم الله الشاهد عليه في سلم. هذا انه قال يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فبعض الشيعة يخرجون الذين قاتلوا عليا سيدنا علي رضي الله عنه عن الملة هذا مرفوض بعض بعض الشيعة يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي طبعا هذه كبيرة ولكن لا تخرج عن الملة وبالتالي ونحن نرد عليهم فيها ولا نسمح لهم فيها في مجتمعاتنا السنية لا نسمح بهذا ولا يمكن أنه سواء كان على صعيد الشعبي أو على صعيد الرسمي الصعيد الدين الرسمي لا يسمح بهذا في مجتمعاتنا السنية فكيف نكون إذا مطية للشيعة لا, لا أفهم إذا كنا نمنعهم من سب الصحابة ونخالفهم في الإمامة ونخالفهم في البداء ونخالفهم في عصمة الآئمة ونخالفهم في كل هذه القضايا وفي غيرها المجال لا يتسع فكيف ي... فكيف نكون مطية لهم في التغلغل في مجتمعاتنا؟ هذه شبهة أزعم أننا يعني يمكن أننا دفعنا هذه الشبهة في هذه الحلقة الوجيزة. شكرا فضيلة الدكتور سعد بشير الشرف المحاضر في كليه العلوم الاسلاميه الله. فلسطين على هذه الفسحه حياكم الله اهلا وسهلا وشكرا مجددا للجزائر واهلها الطيبين وحكومتها الابيه على مواف مواقفها الداعمه لشعبنا وقضيتنا بارك الله فيكم ودمتم وطاب مسعاكم شكرا جزيلا اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه فسحتنا مع فضيله الدكتور سعد بشير شرف المحاضر في كليه العلوم الاسلاميه فلسطين تحدثنا معه او اجبنا معه عن سؤال جوهري ومهم يثار بين الفينه والاخرى الا وهو هل كان التصوف مدخلا لتغلغل التشيع في المجتمعات السنيه فكان ذلكم الحاجز بان المجتمعات السنيه والتصوف لا علاقه لهم بالتشيع الى ان القاكم مع ضيف اخر من ضيوف الجزائر مشاهدينا الكرام اشكركم شكرا جزيلا دمتم في رعايه الله وحفظه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته